تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال في كل من تركيا وسوريا 37,000 مع استمرار البحث عن ناجين، حيث سجلت تركيا 31,643 شخص حتى الآن، فيما بلغ عدد الضحايا في سوريا 5,300 ضحية في المناطق الخاضعة للحكومة السورية والأخرى التي تسيطر عليها المعارضة، في وقت أعلنت فيه منظمة الخوذ البيضاء في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا أن عدد الضحايا وصل إلى 2,274. أعلنت محافظة اللاذقية انتهاء عمليات البحث عن ناجين جراء الزلزال. محافظ اللاذقية قال بأن عدد المتضررين تجاوز 142 ألف شخص، وأن عدد الضحايا في المحافظة بلغ 805 حالة وفاة و 1,131 مصاب، مع تهدم ما يقرب من 103 أبنية بشكل كامل و 247 بناء أصبحت آيلة للسقوط. رغم مرور أكثر من أسبوع على كارثة الزلزال، لا تزال فرق الدفاع المدني السوري والسكان المحليون يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض في مدينة جنديرس بحلب. ماني توفين، أربعة شلنا دفننا بيدينا وأربعة هلا مفقوتين. شال الدفاع مدني أربعة، ثلاثة شالوه والثاني باقي بنت تحت الإنقاص. في مدينة حلب أيضا رصدت كاميرا الشرق لقطات لعائلات لجأت إلى النوم في مقبرة حي الصالحين بعد فقدانهم لمنازلهم جراء الزلزال. انتهى المطاف بهم في المقابر وهم لا يزالون على قيد الحياة. لم يفقد هؤلاء السوريون أرواحهم جراء الزلزال المدمر، لكنهم فقدوا منازلهم واضطروا إلى اللجوء للنوم في مقبرة حي الصالحين في حلب. حالهم حال الآلاف من الناجين الآخرين في المناطق الأكثر تضررا في سوريا، مناطق تقع الغالبية منها تحت سيطرة المعارضة في البلاد، واستنزفت الحرب العديد من المرافق الطبية فيها لأكثر من عقد قبل وقوع الزلزال. ورغم إعلان الأمم المتحدة اقتراب مرحلة الإنقاذ من الزلزال من نهايتها، فإن تداعياته الكارثية ستبقى لوقت طويل في سوريا، مع إجبار عشرات الآلاف من السكان على النزوح، ومن سلم منهم من الزلزال يواجه الآن خطر فقدان حياته بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة وغياب المأوى. في وقت لا يزال فيه زلزال تركيا وسوريا يحصد الأرواح، يسعى الناجون من لإيجاد ملجأ لهم ولأسرهم. نتابع. بعد النجاة من الزلزال تبدأ رحلة البحث عن مأوى، فالعودة إلى هذه المنازل مجازفة لا يفكر أهالي جنديرس السورية القيام بها، فيفترشون الأرض صباحاً، أما ليلاً فقد وجدوا في الخيام والسيارات ملجأ لهم. قبل الشارع بشوي قاعدين، نظل سهرانين هناك برا بهالفلا، ولما آخر شيء نحس عنا عم ننام نطلع عنا سيارة مدبرينها شوية شادر عم ننام بالسيارة. وكهذه العائلة يستعين الناجون هنا بأي مما يملكون لحماية أطفالهم، حتى إن كانت خياما بسيطة لا تقي من الطقس البارد ولا تعوض جدران مكان كان يوما يسمى بيتا. طلعنا لبرا، وين بدك تروح؟ لمينا شوية أغراض اللي حسنا نلمه، جينا حطينا خيمة هين وخيمة هين. بالنسبة لهذه العائلات يبدو الوضع صعبا، لكن نجاتهم من زلزال لا يزال يحصد الأرواح يعني لهم فرصة أخرى للعيش بأمل أن تتحسن ظروفهم.
جددت سوريا مناشدتها لجميع الدول لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال. المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة باسم صباغ قال بأن التباطؤ الدولي كان ملحوظا في مد يد العون لبلاده جراء العقوبات الاقتصادية الغربية، مشيرا إلى أن الخسائر المادية والبشرية ما زالت في تزايد جراء الزلزال. وفي هذا السياق غادرت مطار الملك خالد الدولي الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة متوجهة إلى مطار حلب الدولي، والتي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن أكثر من 35 طنا، ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا. مع مرور الأسبوع الأول على وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، لا يتوقف العالم العربي عن دعمهما لمواجهة الكارثة، فيما يلي أبرز المساعدات العربية التي قدمت للدولتين. شارك الآلاف بحملة تبرعات شعبية في السعودية لإغاثة سوريا وتركيا، كما انطلقت من المملكة عدة طائرات إغاثية، وذلك ضمن جسر جوي يشمل مساعدات طبية وإنسانية إلى كل من سوريا وتركيا لمساعدة منكوبي الزلزال. كما أطلقت الإمارات عملية أسمتها الفارس الشهم 2، حيث تم إرسال نحو 904 أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم لإيواء المتضررين في سوريا وتركيا. كما شهدت غازيانتاب التركية افتتاح مستشفى ميداني استحدثته الإمارات لتقديم الخدمات الطبية. من جهتها أعلنت تركيا أنها نقلت 46 طنا من المساعدات الإنسانية القطرية إلى ولاية أضنة. كما أعلن صندوق قطر للتنمية تقديمه دعما لعمليات الدفاع المدني السوري الخوض البيضاء المستمرة. مصر أرسلت 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدة طبية عاجلة لسوريا وتركيا، كما أرسلت فريقا إغاثيا وطبيا إلى بلدة جندريس بريف عفرين شمالي حلب. أيضا سيرت الأردن قافلة إغاثة مكونة من 14 شاحنة إلى سوريا، هذا عدا عن فرق الإنقاذ وتسيير طائرات إلى مطار أضنة التركي، إضافة لتجهيز مستشفى عسكري ميداني في كهرمان مرعش. كما شارك فريق جزائري في عمليات الإنقاذ والإغاثة في تركيا وسوريا. من جهته أرسل الهلال الأحمر الجزائري 210 أطنان من المساعدات الإنسانية. المغرب أرسل مساعدة طبية ولوجستية عاجلة إلى تركيا، وتضم المساعدات المغربية مواد طبية وفرق إنقاذ مختصة ووحدات إنعاش. أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة السورية على إدخال مساعدات إلى شمال غرب سوريا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال بأن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا، مضيفا بأن هذه الخطوة ستسهل دخول الدعم الإنساني بعد تسريع آليات الموافقة على التأشيرات وتسهيل السفر. وفي أول رد فعل على إعلان الأمم المتحدة موافقة دمشق على دخول المساعدات من معبرين إضافيين مع تركيا، اعتبرت الولايات المتحدة أن ذلك سيكون أمرا إيجابيا لسوريا إذا كان الرئيس الأسد جديا في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة. في الوقت ذاته أعلن البيت الأبيض عن استعداد الولايات المتحدة تقديم جميع سبل الدعم للمتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا. In Turkey, our urban search and rescue teams continue their efforts assisting in live rescues over the weekend. We also continue to support the Turkish teams on the ground. U.S. military helicopters are providing critical lift for U.S. and international responders. Our teams also continue to conduct structural damage assessments of buildings with the hope of being able to clear as many as possible. In Syria, cross-border aid shipments have increased. Yesterday, a fourth UN convoy of 10 trucks from a US-supported humanitarian partner successfully crossed into Syria from Turkey. That brings the total to 52 UN trucks, but more needs to be done. It's critical for the Security Council to authorize 2 additional crossings to help deliver life-saving assistance. Again, I want to emphasize that any U.S. or international sanctions include exemptions for humanitarian, medical, food, and other aid.
ومع الحديث عن وصول المساعدات من عدمها، قالت إحدى النساء السوريات الناجيات من الزلزال بأن المساعدات لا تصل إليهم وأن الناجين يعانون من البرد القارس. نمنا بالجامع 3 أيام ورجعنا على البيت، البيت ولا شباك، كله يعني تكسر وعم نموت من البرد. معونات ما في ابدا، ولا حدا اجى لعنا، ولا حدا قال لنا شو ناقصكم، ولا شيء ابدا. والوضع كثير ماساوي. مراكز الايواء كمان ايه بحق لنا، ونحن بحق لنا، يعني احنا كلياتنا شعب واحد وايد وحده، يعني هن بحاجه ونحن كمان بحاجه. يعني في عنا ايتام، في عنا اطفال، في عنا عالم بدها تاكل. انا ضليت يومين بلا اكل حتى طلبت مساعده من جارتي لحتى بعثت لي اكل. أرحب من الحدود السورية التركية عبر سكايب بالسيد إبراهيم الأدلبي الكاتب الصحفي، وأيضا من حلب يلتحق بي الصحفي مصطفى رستم. أبدأ معك مصطفى، حيث أنت في مطار حلب، كيف هي الأوضاع بالتحديد؟ هناك حديث أيضا، أو وكالة الأنباء السعودية أعلنت عن مغادرة طائرة مساعدات سعودية، هل بالفعل وصلت إلى مطار حلب الدولي؟ حقيقة كاميرا الشرق، اليوم في مطار حلب الدولي هبطت الساعة 10 الطائرة 8 من الجسر الجوي من المساعدات من المملكة العربية السعودية، وهي تعد الأولى من نوعها في مطار حلب التي وصلت من مطار الملك خالد. بصراحة هذه المساعدات تعتبر رافدا مهما وكبيرا من الشعب السعودي والحكومة السعودية للوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. هنا كما نرى الطائرة تضم بما يقارب 32 طن من المواد المتنوعة، إن كانت مصطفى إذا سمحت ممكن المصور يعطينا لقطات للطائرة وأنت تتحدث إن كان هناك إمكانية. طبعا زميلنا فادي ممكن التوجه إلى الطائرة التي نشاهدها الآن. الآن هبطت صباحا، وكما نشاهد أعمال الإفراغ الطائرة من الحمولة. هذه الحمولة تضم مواد كما قلنا غذائية وطبية ودوائية، وأيضا تضم أيضا خيام، كما أيضا أفاد لنا مسؤولون أن هذه تضم كل احتياجات العوائل المتضررة من الزلزال المميت في نعم. حلب. طبعا الواقع في حلب إن تطرقنا إليه هو واقع كارثة. مدينة منكوبة تحتاج للكثير والكثير، هناك ما يقارب ما يزيد عن 3000 منزل وبناء متضرر، بناء سكني متضرر. هذا يحمل أعباء شديدة واستجابة شديدة جدا للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدة. طبعا هناك تتسلم هذه اللجنة إغاثية مختصة من الهلال الأحمر العربي السوري أيضا، ويتم توزيعها إلى المتضررين كما قيل لنا. طبعا على المشهد الآخر أيضا هناك تطور مهم بفتح معبر السلام وعبر الراعي الحدوديين، وهذا سيضيف أيضا تدفق للمساعدات الواصلة دوليا. طيب أريد أن أذهب للسيد إبراهيم، وأيضا إذا سمحت المصور من الممكن أيضا نجهز بعض اللقطات للمساعدات الإغاثية التي بالفعل وصلت لمطار حلب الدولي. معك مصطفى. سيد إبراهيم، أريد أن أسألك كيف هي الأوضاع في الحدود السورية التركية، حيث أنت آخر إحصائيات الضحايا والناجين، وهل توقفت عمليات انتشال ناجين من تحت الأنقاض؟ أهلا وسهلا بك وجميع المشاهدين. أعداد الضحايا ما تزال في ازدياد في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، حيث أعلنت فرق الدفاع المدني وأيضا بعد تقاطع المعلومات مع الجهات المعنية في المنطقة الشمالية الغربية، أعداد القتلى وصل إلى 2274 مدني كانوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض، فيما وصل أعداد المصابين إلى أكثر من 12400 شخص كان قد أصيب جراء الزلزال منذ قرابة 8 أيام، فيما أعداد الذين تم إسعافهم باتجاه النقاط الطبية والمستشفيات تجاوز 3000 مدني ممن تلقوا العلاج. المدنيون، هناك العديد من المدنيون ممن عاد إلى منازله ومنشآته
السكنية، تحدث عن المباني المتصدعة أو حتى المباني القابلة للسكن. في إحصائية أيضا مقربة وغير دقيقة وغير نهائية نتحدث عن تدمير أكثر من 950 منشأة بشكل كامل، هي منشأة سكنية، إضافة إلى تضرر 2900 منشأة في شمال غرب سوريا بشكل جزئي، فيما هناك أيضا عشرات الآلاف من العوائل ممن تضررت وفقدت منازلها. الآن قسم منهم توجه باتجاه مراكز الإيواء التي تم إنشاؤها بشكل عاجل في شمال غرب سوريا، تحدث عن جنديرس، تحدث عن سرمدة، عن الحدود السورية التركية، عن منطقة حارم وجبل الزاوية فيما محيط جسر الشغور. هذه المناطق تعتبر اليوم هناك تم إنشاء عدد من مراكز الإيواء من أجل استقبال المدنيين الذين خسروا منازلهم، فيما أيضا لوحظ أن العديد من المدنيين ممن تمكن من الحصول على خيمة عائلية قام بنصب خيمته فوق دمار منزله أو بالقرب من ركام دمار منزله في محاولة للاستذكار وإحياء ذاكرة من خسر من أطفاله أو من عائلته تحت الركام ولم يتم استخراج، أو بالحديث عن الاستخراج المدنيين، فرق الدفاع المدني لم تعلن انتهاء عملية البحث بشكل كامل، إنما إذا مستمر. انتهت عملية البحث انتهت عملية البحث في عدد من المناطق التي لم يتم رصد أي بلاغات مؤكدة عن وجود مدنيين تحت الأنقاض، واقتصرت عملية البحث في تلك المناطق على إزالة للأنقاض، فيما تستمر عمليات بحث في مناطق يوجد فيها بلاغات مؤكدة عن وجود إن كان مدنيين أو جثامين لمدنيين تحت الأنقاض في محاولة لانتشال هذه الجثامين، أو إن كان هناك ما يزال أحياء تحت الأنقاض. طيب مصطفى، أعود إليك من مطار حلب الدولي. أريد أن أسألك فقط قبل أن أودعك عن تسليم هذه المساعدات الآن التي تصل إلى مطار حلب مباشرة، يستلمها الهلال الأحمر السوري، كيف يتم إيصالها للمتضررين بشكل مباشر، سلسلة الإجراءات؟ هناك استجابة كبيرة جدا يقوم بها الهلال العربي. وإذا سمحت أيضا وأنت تتحدث أن نأخذ لقطات مصطفى لطائرة الإغاثة وبالتحديد للمساعدات التي وصلت. أيضا أن نشاهد أيضا الطائرة وإفراغ الحمولة أيضا. نعم. طبعا هذه الحمولة التي يعني تبلغ 32 طنا هي ستكون لن تكون الأولى على أغلب التقدير، هناك عدد من الطائرات أيضا ستهبط أيضا في مطار حلب. حقيقة الأمر أن كل هذه المواد يتسلمها الهلال الأحمر العربي السوري، وهناك لجنة إغاثية منظمة تمد مراكز الإيواء التي بلغت 230 مركز على مستوى محافظة حلب فقط. العدد قابل للزيادة، خاصة أن هذه المراكز ليست هي المراكز المعتمدة الوحيدة، بل هناك خيام وهناك حالات من اللاجئين والنازحين من هول الزلزال إلى أماكن قد تكون أماكن أكثر أماناً، ولكن ليس شرطاً أن تكون إيوائية. طبعاً هذه المواد بشكل يعني بشكل متواصل الهلال الأحمر يوزعها بشكل منتظم على النازحين أو الموجودين داخل المتضررين من على هذه اللقطات. اسمح لي مصطفى، هذه لقطات مباشرة من مطار حلب الدولي لوصول أولى طائرات الإغاثة لمطار حلب الدولي، وهي ثامن الطائرات الإغاثية ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصلت بالفعل لمطار حلب الدولي. وهذه اللقطات خاصة بالشرق للأخبار من مطار حلب الدولي لوصول هذه الطائرة الإغاثية الأولى والثامنة ضمن الجسر الجوي. بالتأكيد شكرا جزيلا لك مصطفى على هذه الصور، ومن قبلك أيضا شكرا للزميل إبراهيم الأدلبي الكاتب الصحفي من الحدود السورية التركية. وأيضا للمزيد من التفاصيل والمتابعة يلتحق بنا من غازي عنتاب موفد الشرق أحمد الغامدي. أحمد أهلا وسهلا بك، ضعنا في تفاصيل المشهد حيث أنت، الإحصائيات، الناجين، أيضا ما يخص المأوى بالنسبة لمن خرج من هذا الزلزال، وأيضا المساعدات والجهود الإغاثية. نعم، أهلا هاني، صباح الخير. هنا المشهد في غازي عنتاب لازال
مستمرة فرق البحث والإنقاذ في عملياتها في عدد من المواقع، وإن كانت بدأت تشهد اليوم حركة أخف في هذه العمليات في موقعين أو ثلاثة نتيجة فقدانهم الأمل الوصول إلى أي من الناجين في هذه المواقع. إنما المشهد بشكل عام لا زالت العمليات مستمرة في هذا المجال، وأيضا في ما يخص أمر النازحين وتقديم العون والإغاثة والخدمات لمن فقدوا منازلهم. هاني نحن نتحدث عن كارثة واسعة بلغ حجم الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى في عموم الولايات المتضررة 450 ألف. نحن نتحدث عن 91 ألف أو أكثر من 91 ألف مبنى تهدم أو أصبح غير صالح للسكن. لذلك تجري عمليات سريعة لإيواء هؤلاء النازحين في المساحات العامة، في الحدائق، أيضا الملاعب كرة القدم، وكل البقع المتواجدة في هذه المدينة التي يمكن بناء الخيام عليها، وأيضا إمداد هؤلاء السكان بكافة الخدمات الأساسية التي تساهم في تخفيف حدة هذه الكارثة عليهم. هاني كنت في المجال الصحي، كنت قد تحدثت مع عدد من فرق المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية، وأكدوا لي أن غالبية الأمراض التي بات يواجهها النازحين هي متعلقة بالبرودة الجو والتعرض لفترات طويلة للهواء البارد. هناك أمراض متعددة خاصة ما بين الأطفال وكبار السن، متعلقة بالأمراض الصدرية وأيضا أمراض الجلدية الناجمة عن التعرض لهذا الهواء البارد. هاني شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. موفد سرق لغازي انتابة التركية أحمد الغامدي. اشتركوا في قناة السرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي.